على الانديه والدوري المصري وبعض ما حدث في الدوري المصري حتى الان. اتحاد الكوره بعد طبعا عده بيانات من عده انديه خاصه بالتحكيم، اتحاد الكوره النهارده طلع بيان، او منذ قليل طلع بيان اتكلم فيه ان التحكيم المصري الاعرق والافضل في افريقيا، نمتلك ذخيره من الحكام والاكفاء دوليين او غير دوليين. يعني ده مجمل او ما يعني مجمل البيان بيتكلم فيه هذه الجزئيه، ان الاعرق بالنسبه للتحكيم في افريقيا او التحكيم المصري، الحكام الاكفاء الدوليين والغير الدوليين موجودين في مصر. ده من خلال بيان اتحاد الكوره بعد طبعا عده بيانات خاصه بالانديه المصريه سواء الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي او بعض الشكاوى من انديه اخرى خاصة بالتحكيم يعني. فده يمكن من خلال البيان اللي طلع منذ قليل. رأيك في الجزئية دي يا طارق، وجزئية الفار من خلال المكاسب اللي احنا حققناها من الفار حتى الآن؟ لغاية دلوقتي بنشوف مشاكل ونشوف بيانات من أندية بتقول إن التحكيم فيه مشاكل. بص عايز أقول لك حاجة، احنا عندنا مشكلة طالما احنا ما عالجناهاش صح يبقى مستمرة ومش موجودة في حتة في العالم كله. موضوع البيانات ده كل الفرقة ما تحسبلهاش ضربة جزاء تطلع بيان، كل فرقة. وبعدين إيه أصبح الكلام بيثير السوشيال ميديا اللي بقت بتتحكم. أزمة الشناوي دي السبب الرئيسي فيها السوشيال ميديا. ليه؟ السوشيال ميديا بقت جنب بيساند الأهلي إزاي والشناوي ما عملش حاجة وبتاع، وجنب تاني لا اشمعنا وكلام من ده. فحصل ان راح اتحاد الكره متسرع في القرار. بص ازمه الشناوي دي تعبر لك ازاي الشناوي غلط. طبعا انت رايح بتكلم الحكم ليه وبتمسك حتى بتلمس الحكم ليه وهو هيرجع الهدف اللي ما اتحسبش؟ يعني انت يا شناوي بخبرتك كده هيرجع الحكم أكيد مش هيرجع في قراره. فأنت عملت الشرارة الأولى، يبقى أنت تستاهل أي قرار عقوبة تحصل لك. بس العقوبة كانت ليها إطار، لازم يكون الشناوي الحكم أخطأ لأنه ما أنظروش أو ما طلعلوش كارت، لأنه كان عنده كارت في المباراة، ما طلعلوش كارت أصفر أو أحمر بقى في المباراة، لأن دي كانت هتبقى العقوبة الرسمية. تمام. ثم ما لم يذكر إيه في تقريره إيه، فاتحاد الكرة راح واخد القرار تماشيا مع السوشيال ميديا اللي هي بيقولك ايه الاهلي نادي الدوله والاهلي بياخد الحكام والاهلي مش عارف إيه. كل الكلام اللي هو ايه بيسير ده المفروض اتحاد الكوره وايز يعني عندي يعني بما معناه ده عندي يعني بالظبط. فاصبح الموضوع من هنا لهنا راحوا ايه جاريين بسرعه عاملين عقوبه 4 مباريات من غير ما يفكر هي ماشيه مع اللوائح ولا لا، من غير. فاضطر انه يرجع فيها، ولما رجع فيها جت تصريحات كمان غلط، والاهلي طلع بيان، والمرفوض تماما اي نادي. انا بقولها دلوقتي ان الاهلي يطلع بيان مرفوض، وكنت بقولها الاول لما كان الزمالك كل يومين والثالث يطلع بيان برضو على الحكام في الثلاث اربع سنين اللي فاتوا، وانت فاكر كويس المهزله اللي كنا عايشينها. فمرفوض تماما اي نادي يطلع بيانات ضد التحكيم. في لوائح بتتنفذ، بس لوائح. بس انا ايه في اول الموسم كده كنت طالع على الهواء في احد الاماكن فبيقول لي ازاي نضمن دوري نظيف دوري يعني. قلت لهم حاجتين يعني هما حاجتين يخلوك تعيش الدوري 100%، المنافسه تبقى جميله جدا، العداله وتطبيق القانون واللوائح. الصرامه في تطبيق القانون، الصرامه. العداله يعني زي ما منفذ على فرقه في الدرجه الثانيه زي ما منفذ على الاهلي والزمالك. وتطبيق القانون ده ان انت هتطبق القانون بحظافيره. انت قدامي لائحه دي بمباراتين دي ب 10,000 جنيه تمام. ما تجيش على الكبير تخليهم 5,000 وتيجي على الصغير تحطهم 20,000. مش في تظلم ساعات يا دكتور بتحصل وبالتالي بتنظر في هذا التظلم؟ ايوه لجنه التظلمات ده سؤال مهم جدا. الخطوات البروسيديورز ايه؟ انت معاك لائحه بتنفذها. اللائحه دي وطلعت القرار ان انا هيتوقف كذا. ساعات ايه اللائحه بتبقى ايه مش مفهومه في بعض الحتت، زي مثلا مباراه السوبر المصري اللي كانت في الامارات اما عملوا ايقاف لنهايه الموسم. طب نهايه الموسم دي امتى؟ قال لك ده نهايه ده الموسم خلص في ديسمبر. تخيل احنا كانت السوبر ده في فبراير والموسم خلص في ديسمبر لو تفتكر بنهائي الكاس. فهم رجعوا في كلامهم تاني قال لك الله لا ده مش نهايه الموسم، ده العقوبه دايما بتحدد بعدد ماتشات. فعملوهم 8 ماتشات اللي هم على كهربا وامام عاشور فغيرت انت لازم تبقى اللائحه واضحه. انا العقوبه اهي والعقوبه تتطبق على الجميع.
ده مش ما بيحصلش. فاحنا عندنا بقى ايه؟ تضارب ما بين ان كل شويه ده يطلع قرار وده يطلع قرار، واتحاد الكره الاخر بقى يطلع بيانات، فبقى ايه؟ ده يطلع بيان وده يطلع بيان. النهارده الاهلي اللي مطلع، بكره تلاقي الزمالك هو اللي مطلع، بعده تلاقي بيراميدز. طب رابطه الانديه لما تتعمل هنشوف حاجه زي كده؟ ما هي دي بقى ده نقطه تانية. انا دايما بقول ايه اللي بيحل الدوريات الكبرى زي الدوري الانجليزي والدوري الاسباني والدوري الايطالي من ان هي تتعرض لنفس المشاكل دي؟ ان في لجنه محترفه. اللجنه دي تتقاضى اجر. يعني ايه بتتقاضى اجر؟ يعني في لجنه منتخبه بتيجي من خلال اتحاد الكوره في البلد، ليها عضوين بس والباقيين اعضاء محترفين. يعني ايه؟ عارف يعني ايه محترفين؟ يعني واحد فاهم في المسابقات وفاهم في الكوره وفاهم في وضع جداول وفاهم في اللوائح العالميه وبتاع ده، ده بيقعد بياخد اجر مقابل انه بيدير مسابقه بحجم بطوله الدوري. بعد كده اول ما تبقى في لجنه محترفه، لا اتحاد الكوره له دخل ولا نادي له دخل ولا ده يطلع بيان ولا ده، خلاص انتهى. فاللجنه المحترفه دي احنا لما حاولنا نعمل لجنه انديه عملناها منين؟ رحنا جايبين رؤساء الانديه حاطينهم في اذا كان هم فاشلين في الانديه. يعني اذا كان انت جايب انديه اصلا رؤساء انديه بعض انديه فاشلين في انديتهم، رحت جايبهم حاططهم لاممهم على بعض وعامل بيهم لجنه، طب دي بالذمه لجنه؟ لا فيهم واحد فاهم. رابطه الانديه اللي هيتم انتخابها لو اتعملت، يعني وجهه نظرك لو تفتكر ممكن تتعمل ولا لا، هتبقى كارد برضو من خلال ممثلين انديه؟ لا، ممثل، ما هو ممثلين انديه مش ممثل لنادي. يعني واحد محترف اوكي ملم بالقواعد، هو ما بيبقاش بينتخبوه النادي ده او ينتخبوه النادي ده. هو ممكن يكون اهلاوي ولا زملكاوي بس هو محترف، ده بيدير لائحه. بس اللجنه المحترفه دي بقى بتحط اللوائح اللي هي ما فيهاش مطاطيه، ما تجيش تطبقها النهارده وتيجي بكره تمطها كده، بتنفذوها بحذافيرها، بتتنفذ بكل دقه. وكمان الناس المحترفه دي عارفه كل المواقف وكل الظروف، وبالتالي بتحط القواعد دي. بينما احنا ما عندناش اي شخص بيعمل في المجال، حتى المجالات المنبثقه من اتحاد الكوره، محترف يعني فاهم اللوائح وعارف اما يحط جدول يعمل ايه. وقلنا ان الانضباط ده في وضع الجداول ده جزء مهم جدا من النجاح. انضباط يعني ماتش، احنا جينا قلنا ايه من بدايه الموسم اللي فات؟ قلنا خلاص هنمشي صارمين، فجينا قلنا ايه؟ مفيش تاجيل ولا مباراه. فجينا على الاسبوع الرابع ماتش قال لك الامن، رحنا مأجلين الماتش. يتصادف ان الاهلي والزمالك السنه دي في الاسبوع الرابع، رحت طالع قلت لهم ارجوكم الاهلي والزمالك اهو فاضل عليه شهرين. كل الاحترام والله للاستاذ احمد مجاهد، بس هو طلع قبلها بيوم قال لي، قلت له استاذ احمد ماتش الاهلي والزمالك هيتاجل قبل التاجيل بيوم. قال لي لا مش هيتاجل. مين قال كده؟ مين قال؟ تاني يوم اتاجل. تاني يوم اتاجل. بس طبعا في ظروف امنيه، قال لي الا في حاله الامن بس، عشان بس كل الاحترام الكلمه اللي قالها يعني هي دي النقطه. خالص الاحترام للامن. ما احنا يعني من وراء الكواليس، ما احنا برضو في الاعلام وعارفين وعارفين ان تاجيل مباراه الاهلي والزمالك اللي فاتت، وهي كانت ما فيش مباريات وقتها خطيره، مفيش اي احداث خطيره، كان في فبراير، كنا في بتاع ده في اكتوبر، وما كانش في اي حاجه خالص تمنع انك تلعب المباراه، والمباراه اصلا بدون جمهور. بذمتك يعني ايه اللي يحول دون انك تلعب مباراه اهلي وزمالك بدون جمهور؟ ليه بقى ده مهم؟ ليه مهم مثلا الاهلي والزمالك يلعبوا في الاسبوع الرابع؟ فخلاص القرعه طلعت كده، لان هو ده جدول. انت من ضمن العداله ايه؟ انت وانت ماشي في المسابقه كده تلعب 34 اسبوع، هتلاقي عندك اسبوع زي مثلا ما حصل للاهلي قدام وادي دجله، عنده ستة كورونا واربعة اصابات وبتاع، فبختك انك الماتش ده كده. لو انا جيت رحت شايل الماتش ده وحطيت ماتش تاني، يبقى انا لعبت فيه مبدا تكافؤ الفرص. نفس الكلام الزمالك مثلا في مباراه عنده طارق حامد ثلاث انذارات، وعنده مثلا مش عارف مين مصاب، خلاص هو بخته ان المباراه دي كده. تمام. لو انت نقلت المباراه ديت اللي هي الاهلي والزمالك بعيد عن الظروف الطبيعيه اللي هي بتقول فيها تكافؤ فرص وفيها عداله، حطيتها في حته تانية، حطيتها في نهايه الدور الاول او حطيتها في نهايه المسابقه، يبقى انت اخليت بمبدا تكافؤ الفرص. هي دي النقطه. طيب فجينا نقول السنه دي هنمشي كده، رحنا مأجلينها برضه. طبعا خلاص الامور يعني مشي زي ما قبل كده يعني. على طول دايما بنقول لا السنه دي خلاص لا يا جماعه، وبعد كده نلاقي الامور بترجع بشكل طبيعي. الفار يعني سريعا في الجزئيه دي مستفيدين منه؟ بص باللي انت شايفه في ما يحدث الان للاسف الشديد
انا عملت احصائيه لقيت ان انت عندك المشاكل تقريبا على مدى الموسم كله بتكون تقريبا حسبتها كده موسم 2019 2020 وقبليه الموسم 2018 2019 حسبت القضايا اللي هي عملت قلق في الشارع واثرت السوشيال ميديا وخلت ده يخبط في ده وده يخبط في ده وخلت اتحاد الكوره يقول قرار ويرجع في قرار. المشاكل ديت تقريبا بتبقى 30 مشكله في الموسم. يعني عندك 34 اسبوع يعني تقريبا كل اسبوع واحده مشكله. بقيت عندك يا راجل في الماتش الواحد بعد الفار ثلاث اربع مشاكل. يعني انت في ماتش واحد بس في الكره دي للزمالك كان عايز ياخد فيها ضربه جزاء وما اتحسبتش، وفي الاسوان وفي للاهلي الكره ديت اصل على خط واحد وفرق 3 مللي ونص وخط ازرق وخط احمر فبقت الجول ده اتلغى، وفي كره تانية في نفس الماتش هاند بول وما اتحسبتش. فبصيت لقيت نفسك بدل ما انت عندك 30 مشكله في الموسم بقوا هم اصلا كل مباراه فيها ثلاث اربع مشاكل المباراه الواحده. فعملت اضعاف اضعاف المشاكل بسبب الفار. ليه برضو؟ لانك حتى في الفار المعايير مش واحده. يعني ايه المعايير مش واحده؟ يعني تلاقي جول محسوب على خط واحد وانت مثلا عامل خط مايل شويه ولا عامل خط مكسور شويه فخلت الكره اوفسايد وهي جول تاني نفس الحكايه واتحسب. كوره زي بتاعت سموحه الكره عدت خط المرمى ما بصتش حتى على يعني انت الفار لزومه ايه اذا ما كنتش هتبص على كوره زي دي؟ ما هو الاربع حاجات بتاعت الفار واحده منهم اهمهم جول تشيك اللي هو ان انت بتشيك على الجول بتتاكد من صحه الهدف. فتيجي كوره زي دي اللي هي اهم حاجه في الماتش كله ما بصش لا الفار نادى ولا الحكم بص عليه. فانت انا شايف ان على عكس ما يصير في كل العالم اذا كان الفار قلل المشاكل التحكيميه في كل دول العالم فهو عندنا حط لنا بدل 30 مشكله في الموسم اصبحوا تقريبا 150 مشكله. تمام. طيب خلينا نروح بقى